برامج السبت لفترة بعد الظهر وعشية عبر شاشة الام تي في بتبدأ مع المخبر على الساعة 6:15 المساء. أكيد مواضيع جديدة عن مصير الشباب مع الإدمان وأيضا أزمة جسر جل الديب. شو اعتراضات الأهالي وأكيد ما بننسى ملف النفايات وغيرهم. من تابع سهرتنا مع فيلم سوء تفاهم يلي رح بينعرض الليلة على الساعة 9:15 من بطولة الممثلة سيرين عبد النور، الممثل شريف سلامة وأحمد صلاح السعدني. خلينا نشوف مشهد من هالفيلم قبل ما نتابع. مين أمي اللي جه؟ جه؟ مين اللي جه؟ الممثل اللي بيجي بكل له قمر يخرب بيته قمر؟ ساعديني يلا ساعديني، أنا هجيب الكافي وتجيب الكيك يلا الأبيض. هات عليك يا بقى أوكي؟ ولا أقول لك جيب الشوكليت يلا بسرعة. أنت واقفة لسه؟ واقفة خلاص خلصيني. لينا ممكن تهدي؟ احنا هنحط له كيكه دي عشان كله طازه يا حبيبتي، دي لسه طالعه من نص ساعه، وبعدين عايزاكي كده تتقلي وتروحي. يلا يلا روحي. لا لا انا هروح انا. طب تعالي تعالي انا هروح خلاص انا هروح. خدي نفس. يلا. لا لا انت هتروحي. انت هتروحي يلا يلا. لينا انت صدقتي؟ يلا روحي، عارفه لو رجعتي من غيره هعمل فيكي ايه؟ يلا. حسبي يا نهار ابيض، ايه اللي حصل؟ خير خير؟ قومي بالراحه بالراحه بالراحه. انا بعتذر. انا انت بتعتذري مني؟ كبرك الدعاك يما، تعالي بس اقعدي معايا. انا اللي بعتذر منك. خير؟ انت كويسه؟ ايه اللي حصل لي؟ انا اتكعبلت اتفركشت وراح الاوردر كله في الارض. انا خلاص اجيب لك يا ستي. يقول الاوردر انت تفركشي براحتك وتسوي كيك ما بدك. استني بس ابص على راسك بس ثانيه واحده كده عشان اخطف. لا معلش. طب عندك ثلج؟ بنك بنك ايه؟ لا ثلج ثلج اللي هو بيتحط بالويسكي ده. اه 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 ثلج. اه لا ما عنديش ثلج. ازاي ما عندك؟ لا 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 عندنا ثلج اهو اهو. بتشتغلوني ولا ايه؟ ما في ثلج. انت جبت الثلج ده منين؟ شبعته. ايه يا جماعه؟ انا حاسس ان انت تحب اكشف عليكي. على فكره انا نسيت اعرفك على نفسي، الدكتور احمد عبد العزيز. تشرفني. اكشف عليكي؟ لا لا انا كويسه، دي خبطه خفيفه كده مش اخ. طب كويس الحمد لله. ما فيش حد هنا غيركم ولا ايه؟ لا ساره صاحبتي وبتروح كل يوم الصبح على الجيم وبتمرق لعندي مش اكتر ولا اقل. اه بتمرق بس انت في المكان ده كله لوحدك؟ كل المكان ده كتير عليا برضه، ما هو مكان صغير كده يعني. هو ممكن يكون صغير كده بس بصراحه احلى حلويات كلتها ببيروت عندك. تسلم ايديك. ميرسي كلك ذوق. بتحب تاكل كب هيك فانيلا مع القهوه ولا مثل كل يوم هار تانين كروسان شوكولا؟ على فكره تشيز كيك اللي اكلتها نهار الاربعاء الماضي كثير طيبه. بتحب تاكل كمان تشيز كيك مع الشاي؟ الله الله الله، انت واخده بالك انا بطلب ايه كل يوم؟ اه طبعا مش حضرتك زبون دويم عنا، بتهتم فيك وبطلباتك. طيب بما اني زبون دويم وانت واخده بالك مني، خدتي بالك من ايه تاني فين؟ خدت بالي انك مصري وانك تجي كل يوم الصبح الساعه 8 بالضبط تقعد هونيك وبتقرا الجورنال. وايه كمان؟ انك كثير حلو، قصدي يعني انك مهضوم وطيب وهيك لذيذ. ربنا يكرم اصلك. انا كمان خدت بالي هلا انك زي القمر. ميرسي. وانك مهضومه قوي. كمان خدت بالي من حاجة مهمة، إنك بتغير الوردة كل يوم الصبح وبتحطي وردة أحلى منها. بس أنا عايز أقول لك بقى إن أحلى حاجة في المكان ده هي حاجة ثابتة عمرها ما بتتغير. فيلم رومانسي مهضوم لسهرة السبت لكل الأشخاص اللي ما رح يظهروا اليوم، بتكون سهرتهم هيك خفيفة وفيها حب على الأكيد. أكيد هالبرامج كلها موجودة على mtv.com.lb عبر أبليكيشن الامتيفي، وأكيد فقرات امتيفي ألايف أيضا موجودين أونلاين وممكن تتابعونا مباشرة. بذكركم مشاهدينا بأنه تواصلنا مستمر معكم طبعا عبر التليفون خلال حلقاتنا وأيضا عبر السوشيال ميديا لا ام تي في الايف والسوشيال ميديا الخاصه فينا لحتى ناخذ كل اقتراحاتكم وكل افكاركم لنحسن دائما ونكون على صح حسن ظنكم ب ام تي في الايف. رح ناخذ هلا وقفه كثير صغيره ومنتابع مع كوكينج. خليكم معنا.